السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ للناس اللي اول مرة تدخل قناتي، انا ميس عائشة انجليش تيتشر، بنتعلم مع بعض كورسات انجليش. بدأنا بالفونكس علشان ده اهم حاجة عندي، ان احنا نعرف نقرأ انجليش صح، ننطق بلساننا الانجليش صح، ودي يعني هتخلي الموضوع سهل بالنسبة لنا جدا، هيسهل علينا جرامر وكونفرزيشن وكل حاجة. النهارده جت حصه الوردس، حفظ الكلمات، وزي ما قلت لكم في حصه الوردس ما بقولش كلمات بالسبيلنج كده وخلاص، لا بحاول اراجع معاكم الفونكس علشان ده مهم جدا جدا، خلي الموضوع عندكم فهم اكتر من الحفظ، الحفظ بيطير بسرعه. النهارده هناخد the five senses. the five senses يعني الحواس الخمسة. the five senses الحواس الخمسة. عندنا خمس حواس يا جماعة: حاسة الشم، حاسة التذوق، حاسة اللمس، حاسة البصر، حاسة السمع. الخمس حواس دول كل حاسة منهم في عضو مسؤول عنها، في عضو. يعني لما بقول حاسة البصر، المسؤول عنها العين، احنا بنشوف بعينينا. حاسة اللمس، المسؤول عنها الايد، احنا بنلمس بايدينا. فتعالوا النهاردة هناخد الفايف سينسز، الخمس حواس بالخمس اعضاء، وكل حاسة عليها جملة. وتعالوا ناخد اول حاسة اسمها تاتش. تاتش، تاتش، السي اتش هنا تنطق اتش، تاتش. والعضو المسؤول عن التاتش فينجر، 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 اللي هو الصباع. I can touch، أنا بستطيع أن أنا ألمس with my finger، بصبعي. I can touch with my finger. I can touch with my finger. تاني حاسة عندنا taste، 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 التذوق. واحنا بنتذوق باللسان، تانج، تانج، اليو اي هنا ما اتنطقتش، سايلنت اليو اي. وهناخد يعني حصه عن السايلنت، ايه الحروف السايلنت او اساسيات الكلمات اللي بيبقى فيها حروف سايلنت. تانج يعني اللسان، تانج يعني اللسان. اي كان تيست، انا استطيع التذوق with my tongue، بلساني. I can، أنا أستطيع، taste، التذوق، with، بواسطة، my tongue. ثالث حاسة عندنا smell، الشم، smell، smell، smell. والمسؤول عن الشم هو عضو nose، nose. يبقى عندنا حاسة smell المسؤول عنها nose. I can smell with my nose. I can smell with my nose. I can smell، أنا أقدر أشم، with my nose، بأنفي. sight، قاعدة GHT، sight، GH هنا silent. sight يعني البصر، حاسة البصر. والمسؤول عنها عضو الـ eye، سايت، والمسؤول عنها عضو اي يعني عيني. I can sight with my eye او with my eyes، بعيني الاثنين. يبقى I can sight with my eyes. I can sight with my eyes. hearing، اخر حاسة عندنا hearing، السمع، hearing. العضو المسؤول عن حاسة السمع ear، الاذن، ear. I can hearing with my ear. I can hearing with my ear. يعني أنا أستطيع السمع بواسطة أذني. ولو لاحظنا كلمة sight جاية من كلمة see، يرى، S-E-E. وكلمة hearing جاية من كلمة hear، الverb يسمع، hear. حطنا لها ing علشان تبقى اسم حاسة السمع. يبقى خدنا النهاردة خمس حواس: touch، touch، taste، taste، smell، 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 sight، 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 hearing، hearing، hearing،
والخمس حواس دول مهمين جدا، وبندرسهم في كيجي وفي اولى ابتدائي وفي تانية ابتدائي، لانها من الدروس المهمة. ما ينفعش ابقى مش عارف الحواس اللي عندي والاعضاء المسؤولة عنها. يا ريت يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله. باي باي.